طيب احنا عنوان اللقاء ده هو الماركسية والدين، وطبعا يعني في تاريخ طويل قوي من الافكار اللي انضمت حوالين العلاقة بين الماركسية والدين. وايه هو التحليل الماركسي للدين؟ وايه هو الموقف الماركسي للدين؟ جزء من التشويهات دي ليها علاقة بحملات منطقية جدا كانت حكام في عصور مختلفة من ساعة ما الماركسية دي ظهرت، طريقة لتخويف العمال وتخويف الناس من الأفكار الماركسية، من إنهم يتبنوا الأفكار الماركسية، إن الماركسية يعني إلحاد، إن الماركسية معادية للدين، إن الماركسيين مالهمش أخلاق، إن مالهمش أي مبادئ حقيقية، إنهم ماديين بالمعنى السيء قوي كلمة ماديين، يعني ماديين بمعنى انهم بتوع المادة، مش مؤمنين بأي جانب روحي أو معنوي للإنسان. والحملات مستمرة طبعا، يعني لا تتوقف على الإطلاق ضد الاشتراكية وضد الاشتراكيين وخصوصا ضد الماركسية والماركسيين. ففي جانبين من الهجوم، جانب بيقول انه الماركسيه دي نوع من الماديه الفجه، تحلل كل حاجه بالماده يعني، ونوع وبالتالي ضد الدين وضد مفيش اي تصور للروح ومفيش اي تصور للبعد ده من الانسان. والهجوم الثاني بتاع الاخلاق، بما انه هم ضد الدين يبقى الاخلاق اللي نظريا بيدافع عنها الدين الماركسيين ضدها، سواء الاخلاق اللي تتعلق بالعلاقه بين الرجل والمراه، او الاخلاق اللي تتعلق بحتى السرقه والقتل والى اخره. هم مش مؤمنين بالدين وبالتالي بيبيحوا كل شيء. فالخطين دول خطين متوازيين في الهجوم على، وملهمش اي اساس من الصحه على الاطلاق. المدخل اللي احنا نفهم الموضوع ده هو ان احنا نفكر نفسنا هي ايه هي الماركسيه. الماركسيه عاده بتتشاف انها نظريه طلعت كده جاهزه من دماغ كارل ماركس، كتب شويه كتب، فكره جت الراجل عبقري وجات فكره عبقريه وبالتالي طرحها على العالم. طبعا ده مش صحيح بالمره. الماركسيه هي نتاج للصراع الطبقي اللي نشا مع ظهور الراسماليه. مع تطور الراسماليه ظهرت الطبقه العامله، وابتدت الطبقه العامله تتحرك ضد استغلالها في النظام الراسمالي. ومن فهم الصراع الطبقي اللي نشا ده كارل ماركس ومن بعده الماركسيين التانيين استنتجوا رؤية للعالم من خلال مسيرة الصراع ده. فالماركسية في واقع الأمر نتاج لتاريخ من الصراع الطبقي. الماركسية ما فيهاش فصل ما بين النظرية والممارسة، اللي بيحصل في الواقع واللي بيحصل في الكتب وفي الأفكار، ما فيش فصل ما بين الجانبين دول. ممارسة الطبقة العاملة في نضالها من اجل الحريه، من اجل انهاء الاستغلال، من اجل مجتمع بديل، هو اساس اللي ماركس بنى عليه استنتاجاته حوالين التاريخ. والاستنتاجات دي حوالين التاريخ ابتداها ماركس وطورها الماركسيين الاخرين من بعده، هي دي الماركسيه، عمرها ما كانت منفصله عن الحركه العموميه. يعني مثلا ضرورة ان العمال يبنوا دولة مختلفة عن الدولة اللي موجودة، انه العمال مش ممكن يستخدموا الدولة الرأسمالية الموجودة عشان يحققوا الاشتراكية. الفكرة دي ما جاتش من دماغ كارل ماركس، جت من تجربة كوميونيتي باريس. لما العمال في باريس خلقوا دولة من نوع جديد ووجهوا بيها الدولة القديمة، ابتدوا ياخدوا اجراءات غير مسبوقة من ناحية ولو بدايات مجتمع من نوع
جديد مجتمع فيه مساواه حقيقيه. ماركس من مشاهده احداث كوميون باريس استنتج انه لازم العمال يبنوا دوله مختلفه، وانه الدوله البرجوازيه لا يمكن اصلاحها في سكه اشتراكيه، ما ينفعش توصل للسلطه على بنفس الدوله الراسماليه وتبني بيها اشتراكيه. لازم تبني دوله بديله للدوله الموجوده لو عايز فعلا تحقق تغيير حقيقي. وده طبعا باين جدا برضه في الثوره المصريه. ايا كان الوسط الحق، يعني الوسط الحق الاخوان الكلام ده، لو كان الوسط الحق للشعبين سويه، بس في قضاء راسمالي، جيش راسمالي، شرطه راسماليه، جهاز بيروقراطي ضخم راسمالي، وجمل الاشتراكيين الثوريين ابتدوا ياخدوا قرارات ماشي هنأمم المصانع وهنطهر الجيش وهنطهر الشرطه ايه اللي كان هيحصل؟ الاشتراكيين كانوا هيتحطوا في السجن عادي جدا، الانتخابات كانت هتتلغي، الجيش كان هيحكم، ودي كانت تبقى نهايه الموضوع. فده جزء بس كنت عايز اتكلم فيه عن ازاي ان الماركسيه بتتعلم من الطبقه العامه وبتركز وبتبلور التراث النضالي بتاع الطبقه العامه في شكل نظري. يعني في تفاعل طول الوقت ما بين النظريه الماركسيه وما بين الصراع الطبقي اللي بيقوده العمال. نفس الحاجه حصلت تاني مع ثوره 1905 في روسيا. العمال من خلال الثوره خلقوا لجان من نوع جديد ما كانش حد هو السوفييتات المجالس العماليه، وبسرعه المجالس العماليه دي بقت بتنافس الدوله البرجوازيه على السلطه، بقى في ازدواجيه في السلطه. في الاول الماركسيين الروس البلاشفه كانوا ضد السوفييتات، كتير منهم كانوا ضد المجالس دي، مش في الحزب ومش تبع الحزب ومش اشتراكيه، وبالتالي احنا المفروض نرفضها. بس لينين فهم من التجربه انه العكس ده دي بذور الدوله العماليه الحقيقيه، وانه لان الماركسيه بتشوف انه الاشتراكيه مش هتيجي غير من خلال التحرر الذاتي للطبقه العامله، التحرر العمال نفسه، فشاف انه دي هي البذور. العكس الحزب لازم يدخل بتقله دفاعا عن السوفييتات بالدعايه للسوفييتات وطرح شعار كل السلطه للسوفييتات. هنا الماركسيه بتتعلم من تاريخ الصراع ما هياش انه دي مشكله كبيره عند المثقفين كتير، ان هو المثقف بيكبر قوي من اهميه النظريه والافكار، يعني بتتضخم في دماغه جدا النظريه والافكار، وكانها كلها من وحي ناس قاعده بتقرا كتب وبتفكر وبتكتب. لا، الناس اللي قاعده بتقرا كتب وبتفكر الكتب دي اللي المركزين بيقروها عن تاريخ نضال الطبقه العامله وعن الصراع الطبقي، مش كتب في المجرد. فدي نقطه مهمه جدا في فهمها حوالين الماركسيه. الماركسيه بتربط ما بين النظريه والممارسه، وبالتالي الماركسيه ما تقدرش تقول عليها نظريه وتقف، ولا تقدر تقول عليها ممارسه ثوريه وتقف. لا، هي اندماج الحاجتين دول مع بعض. طيب بالنسبه للدين، الماركسيه بتبص على الدين ازاي؟ بتشوف الدين ازاي؟ بتشوف الدين زي ما بتشوف كل الظواهر الاجتماعيه البشريه المختلفه. بتدرس السياق الاجتماعي التاريخي اللي ظهرت فيه الظاهره واللي طورت فيه الظاهره. بمعنى انه الدين مش حاجه ثابته بالنسبه للماركسيه. الدين دوره في المجتمع بيعتمد على نوع المجتمع ده، على البشر اللي في المجتمع ده بيعملوا ايه؟ بيعيشوا ازاي؟ لو احنا مجتمع غالبيته العظمى من الفلاحين، هتبقى رؤيتهم للدنيا وللدين ومفهومهم للدين مختلف عن لو احنا في مجتمع راسمالي متقدم غالبيه سكانه في المدن وعمان. رؤيه الناس للدين وفهمها للدين بيختلف عبر العصور المختلفة من التاريخ.
انا هنا مش بتكلم على النصوص، النصوص ثابته، لان النصوص مكتوبه ثابته بتكلم عنها، بس فهم الناس للنصوص، معنى وتفسير الناس للنصوص الدينيه بيتغير حسب الحياه اللي هم عايشينها، حسب حاجتين، حسب الطريقه اللي بينتجوا بيها حياتهم. يعني ايه هو نمط الانتاج الموجود؟ هل احنا بنتكلم على نمط انتاج قطاعي زراعي اغلب الناس فيه فلاحين، ولا بنتكلم على نمط انتاج صناعي الناس بتشتغل فيه في المصانع او في الشركات والى اخره، والناس فيه ساكنه في المدن؟ فده حاجه. بمعنى التاني، ايه علاقه الانسان بالطبيعه؟ لانه الانسان عشان يعيش لازم يتفاعل مع الطبيعه، لازم مثلا لازم ياكل ولازم يشرب ولازم يلبس ولازم يعيش في مكان والى اخره. الحاجات دي بينتجها ازاي؟ بينتجها من خلال تفاعل مع الطبيعه. يروح يقطع خشب من شجره يعمل بيها كوخ هيعيش فيه، بيجمع من الطبيعه الثمار او من خلال الصيد الاكل اللي هيعيش منه. ففي علاقه ما بين الانسان والطبيعه. العلاقه ما بين الانسان والطبيعه علاقه اجتماعيه. بمعنى ايه علاقه اجتماعيه؟ بمعنى انه من اول لحظه بالضروره الانسان لازم يشارك مع الاخرين عشان يقدر يعمل يعيش، عشان يقدر يصطاد، او عشان يقدر يجمع ثمار، او عشان يقدر يبني اكواخ او الى اخره. ده بيتطلب عمل جماعي. ما فيش انسان لوحده كده عايش بيقوم لوحده في الغابه وبياكل كل، لا، انسان اجتماعي بالطبيعه. ففي علاقه بين الانسان والطبيعه، وفي علاقه ما بين الانسان والانسان. العلاقه دي بتتغير طبعا حسب زي ما قلنا نمط الانتاج اللي موجود. ايه طبيعه المجتمع؟ هل هو مجتمع معتمد على الصيد وجمع الثمار؟ ده هيشكل علاقة ما بين الإنسان والطبيعة، وعلاقة ما بين الإنسان والإنسان. هل هو في مجتمع رأسمالي؟ هنا العلاقة بين الإنسان والطبيعة اتغيرت، بقت مميكنة، بقت معتمد على الصناعة أكتر من أي حاجة تانية. وفي نفس الوقت العلاقة بين الإنسان والإنسان اتغيرت، لانه المجتمع بقى مقسوم لطبقتين اساسيتين، طبقه بتملك وسائل الانتاج، طبقه بتعمل وبتعيش على العمل، على بيع قوه عملها. هنا علاقه الانسان بالانسان اتغيرت، وعلاقه الانسان بالطبيعه اتغيرت. طبعا الدين حاجه مهمه جدا عند البشر في الموضوع ده، الموضوعين دول بالذات، علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالآخرين. تلاقي إنه أغلب الأديان دي التيمات الأساسية اللي فيها، بتناقش أساسا ده القصة دي. قصة إحنا إيه علاقتنا بالطبيعة؟ وقصة إيه المفروض يبقى تعاملنا مع بعض؟ المفروض يبقى شكله إيه؟ فالمركزية بتشوف الأفكار الدينية والتصورات الدينية طبقا لفهم السياق الاجتماعي التاريخي والاقتصادي اللي بتنشأ فيه الأديان دي واللي بتأثر فيه الأديان. مرة تانية، ده ما يعنيش إنه القرآن من 1000 سنة هو مختلف عن القرآن مثلا دلوقتي، هو نفس القرآن، بس قراية الناس للقرآن في النصوص القرآنية، فهم الناس للنصوص القرآنية، استخدام الناس للنصوص القرآنية بيختلف جامد جدا طبقا للتغيير التاريخي. في ناس بشكل مثالي كده بيتصوروا ان الدين حاجة ثابتة، النصوص الدينية حاجة ثابتة واضحة، وبالتالي لا تتغير عبر الزمن، لا يتغير حتى تفسيرها عبر الزمن. الآية اللي بتقول كذا 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 هي نفسها اللي كذا كذا كذا، وتنطبق بنفس المنطق. لا يمكن تنطبق بنفس المنطق، المجتمع نفسه اللي المفروض تنطبق فيه الايات اتغير. الايه ما اتغيرتش، بس المجتمع اتغير، المتلقي للايه اتغير، حياته اتغيرت.
وبالتالي افكاره اتغيرت ورؤيته اتغيرت واحتياجاته اتغيرت. فالطريقه دي في النظر للدين بيعني انه الماركسيين يقدروا يؤرخوا الدين، يشوفوا تاريخ الدين، تاريخ تطور ديانه معينه. ظهرت ديانه، ظهرت في أي مجتمع، في أي نوع من المجتمع، إيه العلاقات ما بين البشر في المجتمع اللي هي ظهرت فيه، إيه العلاقات ما بين البشر والطبيعة اللي هو الإنتاج اللي موجودة في المجتمع ده، وبالتالي إيه المفاهيم الدينية اللي هتبقى مرتبطة بالنوع ده من المجتمع. هي تبدو فكرة بديهية، بس هي مش بديهية على الإطلاق، الناس ما تتقبلهاش، ان اغلب الناس تصورها للدين تصور مثالي، وتصورها للانسان والطبيعه الانسانيه تصور ثابت. الانسان هو الانسان، سواء النظره دي كانت نظره ايجابيه او نظره سلبيه، يعني سواء شايفين الانسان ده حد تكوين مخلوق. عادة التصورات حوالين الإنسان بتبقى إنه الإنسان أناني، الإنسان عنيف، الإنسان فردي، الإنسان عادة ده بيبقى تصور الناس الإنسان، وبالتالي الدين موجود ليقوم مساوئ الطبيعة البشرية. بالنسبة للماركسيين مفيش طبيعة بشرية ثابتة، يعني حتى الطبيعة البشرية يعني عمالة تتغير، البشر نفسهم بيتغيروا عبر التاريخ، بيتغيروش زي ما هو. مجتمع قائم على الزراعة تماما ونظام رفاعي، الإنسان فيه مختلف عن الإنسان في مجتمع رأسمالي صناعي، عن الإنسان بدايات التاريخ البشري اللي كان عايش على الصيد وجمع. الافتراض بتاع الماركسيين بيبنوا عليه رؤيتهم للدين هو الطبيعة المتغيرة للطبيعة البشرية، بس في حاجات ثابتة حوالين الإنسان الماركسيين. حاجة واحدة ثابتة هي إنه لا يمكن إنه يعيش من غير علاقة ما بينه وما بين الطبيعة، علاقة إنتاجية ما بينه وبين الطبيعة، لازم عشان يعيش لازم يشتغل على الطبيعة عشان يخلق احتياجاته الأساسية، وإنه عشان يعمل ده لازم يعمله بشكل مشترك، بشكل اجتماعي. فالحاجة الثابتة في تاريخ البشر هي العمل الاجتماعي، هي إنه لازم يبقى في عمل اللي هي علاقته بالطبيعة، ولازم العمل ده يبقى ليه يبقى مشترك، يبقى بيتعمل بشكل جماعي، ودي حاجة ثابتة عبر التاريخ. السياق كله بيتغير، بس في النهاية حتى في أكثر البلدان الرأسمالية المتقدمة لازم الإنسان مش كده يقول لك ما بقاش فيه صناعة خلاص، مثلا أفكار ما بعد الحداثة عن إحنا بقينا في مجتمع ما بعد الصناعي، يعني إيه مجتمع ما بعد الصناعي؟ الناس مش لازم تلبس كذا وتلبس بنطلونات وتاكل أكل، الأكل ده لازم حد يصنعه ويزرعه ويغلفه وينقله ويبيعه. عمر ما هيبقى فيه مجتمع إنساني ما بعد صناعي او ما بعد انتاجي، دي فكره عبثيه لا يمكن انها تبقى صحيحه، ملهاش اي اساس في الواقع. طيب عاده بيتقال انه الماركسيه نظريه ماديه، ده صحيح بس مش كافي. الماركسيه ماديه تاريخيه، والماديه التاريخيه دي حاجة مختلفة عن المادية المطلقة أو المادية الميكانيكية أو المادية بتاعة العلوم الطبيعية. بمعنى إيه؟ في القرن الـ 18 وجزء من القرن الـ 19 ظهرت أفكار يسموها الأفكار التنويرية.
وهنا كان في تقدم علمي كبير جدا مع الثوره الصناعيه، مع تطور الراسماليه. التطور العلمي ده خلى الناس تشوف العلم هو المخرج لكل مشاكل البشر، وانه العلوم الطبيعيه الطريقه اللي الناس بتفكر فيها في العلوم الطبيعيه ينفع انها تنطبق على فهم التاريخ البشري. يعني بمعنى ايه؟ انه نفس القوانين العلميه اللي تستخدم عشان نفهم في الفيزياء او في الكيمياء او في الاحياء او في الهندسه او غيره ينفع ان احنا نطبقها على المجتمع البشري عشان نفهم المجتمع البشري. وبالتالي نقلوا نفس الماديه اللي موجوده. طبعا العلوم بالضروره ماديه، لان احنا بنتعامل هنا مع ماده بقوانين ليها علاقه بالماده، قوانين ثابته، قوانين ممكن تتغير، قوانين نفسها نكتشف قوانين جديده نتطور في القوانين، بس لازم تبقى قايمه على القوانين ثابته. فالتصور المادي ده نقلوه للمفكرين مرحله التنوير، نقلوه للمجتمع البشري والتاريخ البشري. نفس منطق الماديه دي، بمعنى ايه؟ انه الانسان جزء من الطبيعه اللي بيتحكم في تصرفاته وتفاعلاته وحركته وافكاره قوانين ماديه طبيعيه، لانه جزء من الطبيعه، ولازم نفكر فيه على انه جزء من الطبيعه الماديه، وبالتالي في قوانين ثابته بتتحرك الانسان. نوع من القدريه الماديه. قدريه بمعنى ايه؟ بمعنى انه الاراده الانسانيه مش موجوده في الفيلم. الانسان جزء من مكنه كبيره جدا اسمها الطبيعه والمجتمع البشري، وتصرفاته وايه اللي هيحصل في التاريخ حاجه بتحددها قوانين عامه ما يقدرش هو الانسان نفسه يغير فيها. هنا الاراده الانسانيه مش موجوده، بتختفي الاراده الانسانيه، لانك انت لو بتدرس الانسان على جزء من المكنه، المكنه ليها قواعد قوانين واضحه، ما ينفعش جزء من المكنه يتمرد على المكنه، المكنه تتكسر. ما ينفعش جزء من المكنه يبقى ليه اراده منفصله عن المكنه او مختلفه عن المكنه. وبالتالي حاجه شبيهه جدا للدين بالظبط في حركه زي ما بعض التفسيرات للدين سواء المسيحي او الاسلامي او غيره قدريه، بتشوف انه الانسان مجبر مش مخير، ملوش حريه اختيار، كل اللي بيعمله ربنا عارفه من الاول ومحدد له من الاول، ومفيش ما تقدرش تهرب او ما تقدرش تهربي من القدر المكتوب. طبعا في الفقه الاسلامي وفي الفقه المسيحي وفي الافكار فيه جدال كبير جدا حوالين القضيه دي طول تاريخ الاديان. يقول لك لا، لازم يبقى في توازن ما بين القدريه، القدر موجود الحاجات بتحصل لان ربنا عايزها تحصل، وما بين الاراده الانسانيه، لانه السؤال هيبقى طب ليه اتخلق الانسان بإراده؟ ليه اتخلق اذا معروف مسبقا انت هتعمل ايه؟ طب هو هيعمل ايه؟ طب يبقى ليه عندي حريه اختيار؟ يبقى في الواقع ما عنديش حريه اختيار. كل حاجه انا بعملها، كل حاجه احنا بنعملها، كل حاجه بتحصل في حياتنا متبرمجه من الاول. ما نقدرش نخرج. نفس التصور ده موجود عند الجانب المادي اللي هو ضد الدين المختلف عن الدين، انه احنا جزء من عمليه طبيعيه علميه لا يمكن ان احنا نخرج عنها، لا يمكن انه محتومه، التاريخ محتوم. حتى جزء من الافكار اللي بيقال على انها ماركسيه، مدرسه زي المدرسه الستالينيه اللي هي نقيض كامل للماركسيه، فيها تصور قدري. المجتمع الانساني اتطور من شيوعيه بدائيه، وبعدين بقى فيه عبوديه، وبعدين بقى فيه نمط انتاج قطاعي، وبعدين بقى فيه نمط انتاج راسمالي، وبعدين هيجي مجتمع اشتراكي.
قطر التاريخ البشري عباره عن قطر ماشي في سكه محدده بهدف محدد. طب لو هو ماشي بهدف محدد يبقى احنا شاطرين احنا بس نستنى. احنا وحظنا بقى الراسماليه تاخد معانا قد ايه، وهتيجي بعديها الاشتراكيه بشكل طبيعي. بس ده متناقض تماما مع الاساس بتاع الماركسيه اللي هو الممارسه الثوريه. ان بدون ممارسه ثوريه بدون وعي ثوري الدنيا مش هتتغير. الراسماليه هتفضل ثابته على انفاسنا الى الابد. السيسي مش هيتشال لانه التاريخ عايز كده. التاريخ جاب لنا السيسي. السيسي هو نهايه التاريخ، هو ده اللي بيحصل. لازم نستنى لغايه ما قوانين التاريخ بقى تتحرك او قوانين الطبيعه فيموت السيسي مثلا حاجه، ان هو ايه يخلص الموضوع ونتحرك لقدام. نفس دي رؤيه دينيه، عشان كده الناس اللي بيقولوا على الماركسيه دين بيتكلموا على الطريق على النوع ده من الماركسيه. الماركسيه اللي فيها القدريه التاريخيه دي، التاريخ ما احنا عارفين ايه اللي هيحصل. طب ما احنا لو عارفين ايه اللي هيحصل ليه بننزل اي مظاهره؟ ليه نعمل اي اضراب؟ ليه نحاول نطرح افكار مغايره للموجوده في المجتمع؟ الافكار هتتغير لوحدها بشكل ميكانيكي مع التطور الراسماليه. عشان كده أسوأ نوع من الماركسيه هي او أسوأ مدرسه من المدارس اللي كانت بتسمي نفسها الماركسيه هي المدرسه السلينيه دي. وتلاقي انه المتبنيين المدرسه دي بيتكلموا كتير قوي عن العلوم الطبيعيه، لان العلوم الطبيعيه هي المرجعيه بالنسبه لهم. هو عايز يطبق نفس قوانين الفيزياء ومفاهيم الفيزياء على المجتمع. الفرق انه الوعي البشري مش موجود في المدرسه، والوعي البشري اساسي في المدرسه. زي ما قلت من شويه ان الماركسيه ارتباط ما بين النظريه والممارسه، الممارسه طول الوقت بتطور في النظريه والنظريه طول الوقت بتطور في الممارسه، مفيش انفصال ما بين الاثنين. الممارسه يعني الممارسه الوعي. الممارسه مش بمعنى ان انا ماشي في الشارع، لا انا ماشي في الشارع في مظاهره عارف انا بعمل ايه، عارف انا بتحرك عشان ايه. هنا الممارسه معناها الممارسه الوعي. أنا بنضم لنقابة، أنا ببني نقابة في المصنع اللي أنا فيه، أنا بنظم إضراب مع زمايلي العمال عشان أحقق مطالب، أنا ببني حزب ثوري عشان الحزب الثوري ده يغير مسار التاريخ، يساعد في تغيير مسار التاريخ. فالتصور ده مختلف قوي عن التصور بتاع إنه النقابات هتظهر لوحدها. الاحزاب هتظهر الحتميه التاريخيه بتقول انها هتظهر، وبالتالي كل اللي علينا نعمله ان احنا نستنى ونتفرج على الـ على الـ على التاريخ. فالماركسيه لا فيها التصور الديني القدري ولا فيها التصور المادي القدري. الماركسيه متجاوزه الفكرتين، متجاوزه الفكره المثاليه بتاعت الدين ومتجاوزه الفكره المادية الفكة أو المادية الميكانيكية بتاعة الفكر التنويري في التاريخ. طيب ده بيشير إلى حاجة مهمة جدا في تحليل الماركسية للدين نفسه. التنويريين المادية التنويرية كانت بتتناول موضوع الدين، وفي الحالة دي كان الدين المسيحي اللي هو اللي كان مهيمن في أوروبا لما ظهر أفكار التنوير بمنطق باسم علم، ده المنطق اللي يتسمى علمي، ان هو بيبص على مثلا الانجيل ويقرا في الانجيل عن معجزات، يقول لك بس المعجزات دي غير ممكنه بقوانين الطبيعه، يبقى الكلام ده كده، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش علمي. بيحلل الموضوع بالشكل كانه لما تقول ده للناس يقول لك اه فعلا، لا تقدر تقول ده الواحد مسيحي مؤمن يعني، اه انت كده قلت لي يعرف ازاي انا كنت مصدق الكلام ده، هو مش صحيح، ده مش صحيح.
يتبنوا الفكره دي، انك انت ممكن لازم تشتغل على الناس المتدينه عشان توضح لهم الدين ده قد ايه هو في حاجات مش معقوله، في حاجات غير علميه، في حاجات لا تصدق، في حاجات مش منطقيه لا تتماشى مع طبعا يعني اي حد عارف ان ده كلام تاريخ، محدش بيبقى مؤمن بالدين لانه لعلميه الدين. الايمان هنا مختلف خالص عن التحليل العلمي للامور. فالتنويريين كان نقدهم للدين بالشكل ده. الجانب الثاني من نقدهم للدين كان انه الدين مؤامره. بمعنى ايه مؤامره؟ بمعنى انه الدين في مؤسسات، مؤسسات دي تابعه للسلطه الملك، الكنيسه مؤسسه تابعه للسلطه الملك، الغرض منها خداع الجماهير. الغرض منها انه الجماهير تقبل بالاوضاع السيئه اللي هي فيه، تقبل قدرها، انه ده قدر. شغلانه الكنيسه هنا اهوت، او في حالتنا احنا بقى الجامع، او في حالتنا الجامع والكنيسه، انه شغله الناس دي انها تأثر سلبا على وعي، تأكد عندهم ولائهم للمجتمع، انه الشخص المسلم او المسيحي لا يصوم، انه يحترم الملك، انه يعتبر الملك او الرئيس او الجنرال ايا كان يعني في الحكم ده حاجه مقدسه لا تمس. طبعا برضو النظره دي جزء منها صحيح، كتير جدا من رجال الدين عبر التاريخ خدموا السلاطين وخدموا الملوك واستخدموا نفوذهم على الناس وتاثيرهم في الجوامع والكنائس انهم فعلا يخدعوا الناس. الجنرالات ليهم شيوخهم وليهم اسسهم وليهم رجال الدين اللي بدورهم او دور كبير، جزء كبير من دورهم انهم ياثروا على الناس في السكه اللي السلطه عايزاها. بس ده ها؟ صح. هو زي ما في مجموعه الخصاصه اللي كانوا بيستعملوهم في امريكا، كانوا مسيطر على مجموعه من الرجال طول الوقت. بس طبعا الظاهره الدينيه ده برضه تصور فج جدا ومحدود جدا. الظاهره الدينيه اكبر قوي من شيخ الازهر، اكبر قوي من بابا الكنيسه الارثوذكسيه، اكبر قوي حتى من المؤسسات الدينيه المختلفه. اول حاجه انه الدين مليء بالتناقضات. بتكلم هنا برضه على النصوص، على فهم الناس مليء بالتناقضات. انا ممكن افهم حاجات في النصوص، انت هتفهم حاجه مختلفه عنه. الفقير هيفهم حاجات في الشريعه الاسلاميه، المسلم الفقير مثلا انه السارق تقطع اعدامه، هيفهم ده على انه الحراميه الكبار المحتكرين الثروه في البلد المفروض تقطع يدهم. مش هيفهم ابدا ان اللي بعت مش يسرق ايش هو المفروض تقطع ايده. الغني لا، المسلم الغني هيفهم انه لا، ده مقصود بيها انه حمايه الملكيه الخاصه. اللي يسرق يسرق نظيف او يسرق علبه سجاير ولا يسرق اي حاجه لازم تتقطع ايده عشان نحافظ على الملكيه الخاصه، عشان نحافظ على النظام. ممكن الراجل المسلم ده الغني والراجل الفقير ده بيصلوا في نفس الجامع واقفين جنب بعض بيسمعوا نفس الشيء، بس هم اللي في دماغهم تصورهم للدين، تصورهم للعدل في الدين مختلف تماما عن بعض. الناس بتبص، وعشان كده الظاهرة الدينية لا يمكن انها تختزل في تفسير علمي للنصوص او تفسير منطقي بسيط للنصوص، لان الاهم من النصوص هو فهم الناس فيها، وهو ايه؟ اسباب ايمان الناس. اسباب ايمان الناس بيها مش انهم مخدوعين،
لأن التصور ده على فكرة التصور بيقلل قوي إذا الدين مؤامرة من الأغنياء ومن ذوي السلطة على الجماهير. أنت كده بتقلل قوي من الجماهير دي، تعتبر الجماهير دي متخلفة، الجماهير دي ما عندهاش وعي، الجماهير دي بس مش قادرة تفهم. لو بس قعدت مع المثقفين والعلماء هتفهم قد ايه الكلام الديني ده مش موضوع. لا، موضوع مش كده على الاطلاق. الناس رؤيتها للدين بتختلف ووعيها بالدين بيختلف. ولازم نشوف كمان انه طيب اذا اسباب علاقه الناس بالدين لا تتعلق بموضوع انها مخدوعه مضحوك عليها يعني، يبقى جايه منين؟ ليه الظاهره الدينيه؟ يعني كتير برضو من الماديين اللي انا اتكلمت عنهم في القرن 17-18 كان تصورهم انه مع تطور الصناعه ومع تطور المجتمع العلمي ومع تطور العلوم هيختفي الدين. طيب اكتر بلد متقدمه في العالم دلوقتي هي امريكا. اكتر بلد الصناعه فيها متقدمه والعلوم فيها متقدمه هي امريكا. وامريكا من اكتر البلاد تدينا في العالم كله. ده بيثبت انه تطور الوعي العلمي مش شرط ان هو يبقى بيلغي الوعي الديني على الاطلاق. مفيش كل الافكار اللي هي بتشوف في التاريخ ماشي على مسطره ما افكار خاطئه، لان المجتمع البشري قاعد اكثر تعقيدا من كده، وما ينفعش ان احنا نلخصه بالشكل ده. ايه بقى اسباب تعلق الناس بالدين؟ بصوا على نوع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، المجتمع الراسمالي اللي احنا عايشين فيه. المجتمع الراسمالي ده بيعمل ايه؟ بالنسبه لغالبيه البشر ان هم لازم يشتغلوا عشان يعيشوا، ان هم بيشتغلوا عمال او موظفين في شركات او لجن الاخرين، بيعيشوا حياه فيها درجه كبيره جدا من الاغتراب. اغتراب يعني ايه؟ كلمه تبدو صعبه بس هي مش صعبه، اغتراب من الغرابه، احساس باني انا منفصل عن الاخرين ومنفصل عن اللي انا بعمله. يعني انا بشتغل في مصنع، اذا الانسان جزء اساسي من طبيعته هو العمل الاجتماعي المبدع لتغيير الطبيعه. الطبيعه دي او الجزء ده منه غير محقق على الاطلاق في المجتمع المصري. في فنانين قاعدين في استوديوهات حتى حرين وبيخلقوا بابداع اعمال فنيه، بس اغلب الناس ما عندهاش رفاهيه. اغلب الناس اللي بتشتغل كل يوم 8 ساعات، احيانا 12 ساعة، احيانا 14 ساعة، في عمل ممل بينفي جزء اساسي من انسانية الانسان، من احتياجه لانه يبقى بيعمل عمل خلاق حقيقي. كمان المجتمع بيفرض علينا ان احنا ننفصل عن بعض، ان احنا بدل ما نبقى بنتعاون في عمل مبدع مع بعض، لا، كل واحد بيتنافس مع الاخر. انا بتنافس مع الاخر على الوظيفه، على الترقيه، على 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 كذا، على كذا، على كل حاجه في الدنيا. فده بيخلق شعور شديد بالوحده، لانه الانسان ما بيتحققش غير في المجتمع، غير في الجماعه، غير مع الاخرين. بس هو محطوط في ظروف، في ظل الراسماليه، بتخليه طول الوقت بيتنافس مع الاخرين، بيتخانق مع الاخرين، لازم يتخانق عشان يعيش. فده بيخلق وحده ومحتاج حاجه تعوضه عن الوحده الشديده اللي الناس فيها. الحاجه الثانيه انه الانسان لما بيحس بانه هو مش قادر يغير حاجه، بيحس بالضعف، يبقى عنده احتياج لتعويض الضعف. لو انا ما عنديش القدره على تغيير الدنيا اللي انا عايش، لازم اؤمن بقوه عندها القدره دي. هيزيد احساسي كل ما انا بحس بضعف، كل ما انا محتاج الدين اكتر، كل ما انا برتبط بالدين اكتر. الطريقه الوحيده اللي ممكن تتغير بيها الحاجات اني اصلي، اني ابقى منتمي دينيا اكتر عشان ربنا يعمل لي الحاجات اللي انا مش قادر اعملها. الانسان في المجتمع الراسمالي
عنده شعور بالغربة عن الآخرين، عنده شعور بالغربة عن العمل حتى اللي بيعمله. العامل في المصنع ما بيقعدش هو عامل في مصنع سيارات على سبيل المثال، مش هو ما بيقعدش مع الآخرين يبدع في شكل العربية اللي تنتج وموتورها هيبقى بتشتغل ازاي، ملوش أي علاقة بده على الإطلاق. هو قاعد يركب في المسمار أو في صنوع في حتة طول اليوم في عمل ممل منفصل تماما عن العمل المبدع بتاع التفكير في العربية والتاج. جزء من الحياة النفسية للبشر مقموع، مقهور، مش موجود، مش متاح. والجزء ده بيتم تعويضه بالروحانيات، بالعالم الروحي، المكان اللي بيحس فيه بالراحة، المكان اللي بيحس فيه بالطمأنينة، المكان اللي بيحس فيه لأنه مفيش طمأنينة في المجتمع، لأنه مفيش طمأنينة في العمل اللي بيعمله، لأنه مفيش طمأنينة في أي حاجة في حياته، بيروح بيلجأ المكان اللي فيه اللي بيعوضه بالجانب الروحي عن اللي مش قادر يعمله في الجانب الحقيقي من حياته. ده فهم للدين مختلف تماما عن الفهم المادي البسيط للدين. يبقى هنا بقى المسلم او المسيح المؤمن بالدين مش لانه متخلف، مش لانه مضحوك عليه، مش لانه بتاع، لا، لانه احتياج شديد جدا في ظل المجتمع ما بيحققش للانسان انسانيه، في ظل المجتمع ما بيحققش علاقات انسانيه حقيقيه ما بين البشر، في ظل المجتمع ما بيخليش البني ادم قادر ان هو يبدع وقادر ان هو يتعامل مع الطبيعه ومع الاخرين بالشكل اللي يرضيه كبني ادم، بالشكل اللي يحقق له ذاته في المجتمع. طبعا في استثناءات زي ما قلت، في الفنان اللي بيحقق ذاته طبعا لان هو قاعد، بس حتى الفنان اللي بينتج لوحه لازم يبيعها، لازم يحول اللوحه الجميله اللي هو عملها دي الى سلعه عشان يعيش. وده جانب تاني برضو واقع الامر اللي بيقولوا على الاشتراكيه او المركزيه دي العكس، الراسماليه هي الدين. الراسماليه دين باي معنى؟ بمعنى انه في عبوديه للسلعة، كل حاجة تتحول إلى سلعة، كل شيء يتحول إلى حاجة تباع وتشترى، حاجة موجودة في السوق، بما فيه البني آدم نفسه، بما فيه الإنسان نفسه، عمل الإنسان نفسه تتحول إلى سلعة لازم يبيعها لحد عايز يشتريها، عرض وطلب. ده بيخلي جزء من وعي الناس يبقى فيه نوع من الرضوخ للسلعية، لعالم السلعة كمان. عالم هو عالم من السلع، بنقبل الفكره دي وبنعيشها، بنتفرج على الاعلانات، بنروح نشتري حاجات، نحلم ان يبقى عندنا حاجات، كل حاجه هي عن الحاجات، الحاجات دي كلها سلع، وكل حاجه سلع، من اول البيت اللي بنسكن فيه سلع في السوق، بتباع وبتشترى وليها قيمه بتطلع وبتنزل، مش تلبيه لحاجه انسانيه ولحة المفروض تبقى مقدسه. الإنسان يبقى ليه البيت ساكن فيه، لا، البيت ده سلعة تتباع، لازم تشتريها أو تبيعها أو تأجرها أو تاخدها بالتقسيط أو تدفع عليها، يعني حاجة طول الوقت. كل الحاجات اللي هي بنعتبرها بشرية، الأكل، الشرب، السكن، التعليم، الصحة، حتى العلاقات الإنسانية تتحول إلى سلعة. على سبيل المثال، مش بس طبعا بالشكل الفردي المباشر، حاجه زي الدعاره الانسانه بدل ما تبقى انسانه تحاول هي نفسها جسدها نفسه بتحاول تسرق، ومش بس في الدعاره، في الاعلانات، في السينما، في الوعي طول الوقت، الراسماليه في الشروق، المراه جسدها بيستخدم كسلعه. و نفس الحاجة كل حاجة تانية احنا بنعتبرها المفروض تبقى إنسانية تحول لحاجة سلعية تباع بالشراء، ليها قيمة تبادلية، قيمة في السوق، قيمة في البورصة، قيمة في
التداول ليه في ورقه بتعبر عن الحاجه دي، بطل الحاجه دي تبقى حاجه انسانيه وتتحول لحاجه سلعيه. تعويض عن حياه السلع دي فين المكان اللي المفروض ما فيهوش بقى شراء وبيع وبيع؟ ما فيهوش فلوس، ما فيهوش انا غني ولا فقير، ما فيهوش انا عندي ممتلكات جامع، كنيسه. الناس بتلاقي المكان الوحيد اللي تطفي فيه عالم السلع باعلاناته بوجوده العنيف على وعي الانسان في المكان اللي فعلا بترتاح فيه، ما فيهوش بقى بيع وشراء، الممنوع في البيع والشراء. المساحه المختلفه، فالانسان طبيعي يلاقي نفسه لا هو متخلف متدين ولا هو عنده نقص، طبيعي انه يدور على المكان ده. بالعكس ده تبقى مستغرب جدا ساعتها انه الانسان بيتشال منه كل الحاجات الانسانيه ما يبقاش يبحث عن عالم روحي ما يرتبط فيه. بس الماركسيه كمان بتطرح حل مختلف لمشكله المجتمع السلعي ومشكله المجتمع الطبقي مشكلة الاغتراب الإنسان، وهو العمل الثوري نفسه، النضال. النضال نفسه بيعمل إيه؟ النضال الثوري نفسه بيعمل إيه؟ أولاً بيجمع الناس مع بعضها في مشروع مشترك. ده جزء من التعويض عن النقص اللي إحنا بنعيشه في حياتنا، بنشتغل مع بعض عشان نغير العالم. ثانياً أنت مش بس بتغير الطبيعة زي ما العامل بيعمل في وهو بيشتغل في المصنع، لا انت عايز تغير العالم كله، عايز تغير العالم اللي انت عايش فيه. لما الناس بتتحرك على سبيل المثال في ثوره، احساسها بنفسها وقدرتها على التغيير يزيد، فبالتالي احساسها بالغربه والاغتراب بيقل. عشان كده كان في الشعور الرهيب ده مثلا في 18 يوم في 2011 الاسقاطي حسني مبارك في ميدان التحرير. عشان كده رمزيه ميدان التحرير مهمه، لانها بتشير، وعشان كده هيفضل الصراع حوالين ميدان التحرير ده في قلب الثوره المصريه وفي قلب الثوره المضاده المصريه، لانه التحرير خلق بدايات مجتمع مختلفه. بدايات ما هياش مش لازم برضه نضخم، بس كان في بدايات فعلا مجتمع ناس بتتعاون بآلة فارقة، ستات ورجالة ومسيحيين ومسلمين وصغيرين وكبار بشكل يتجاوز كل اللي بيحصل في أي حتة. اضطراب وخروج من عالم السلع مختلفة عن السكة الدينية. بس الماركسيين عمرهم ما لا بيهينوا ولا بيقللوا من مشاعر الناس الدينية ولا من طقوسهم الدينية ولا من حريتهم لاداء طقوسهم الدينيه ايا كانت. العكس، الماركسيه بتدافع عن حق الجميع في العباده، حريه كامله للعباده. مفيش اي تناقض ما بين ده وما بين انه الانسان يبقى بيصور عشان يغير المجتمع، عشان يخلق مجتمع فيه اشباع للاحتياجات البشريه جماعي وبيتجاوز الرأسمالية اللي احنا فيها. عشان كده ممكن حد يبقى متدين والماركسي في نفس الوقت، مفيش أي تناقض انه يبقى متمسك. وطبعا كلما زادت الحالة الثورية، كلما زاد الإحساس بقوة البشر على تغيير العالم، كلما الجانب الديني هيبقى جانب شخصي بين الانسان ونفسه على جنب، مش هتبقى ظاهره اجتماعيه. كلما طبعا الانسان حس بالخيبه وبالضعف وبعدم القدره على تغيير الواقع، كلما طبعا هيبقى بيلجا بالكامل للدين. وده اللجوء الكامل للدين الغرق في الحاله الدينيه طبعا بيضعف الانسان كده، كانها اعتراف بالهزيمه، خلاص انا مش هقدر اعمل حاجه، انا هروح اصلي
على امل ربنا يعمل لي حاجات ان شاء الله. لا احنا بنؤمن بقدره البشر، احنا كماركسيين بنؤمن بقدره البشر على تغيير العالم، على تغيير الوعي، وعلى انتصار في الثوره. عشان كده من الحاجات برضو اللي في التحرير اللي كانت ايجابيه جدا حريه العباد، ما كانش حد بيتش فيه الصلاه، ما كانش مشكله، ما كانش ازمه، ما كانش بتعمل ازمه لحد. المسيحي بيصلي او المسلم بيصلي ما كانتش القضيه هنا خالص. ده نوع المجتمع اللي احنا عايزين نوصل له، مجتمع مش هيجي من تلقاء نفسه زي ما الفاتحين مصورين، مجتمع مش هيجي غير بان احنا بشكل واعي نشتغل على بنى تنظيم سلبي وعلى بنى تشكيلات جماهيريه ثوريه في مواقع العمل وفي الاحياء وغيره، عشان نبني مجتمع فيه حريه حقيقيه، مجتمع متجاوز الراسماليه، مجتمع مفيهوش ملكيه خاصه. وهنا ملكيه خاصه، ناس بتتكلم برضو كتير عن المقاسيه، المقاسيه عايزه تلغي الملكيه الخاصه. الملكيه الخاصه مش الساعه اللي في ايدك او هدومك او الحاجات اللي جوه دولابك او بيتك. الملكيه الخاصه مقصود بيها هنا، مقصود بيها تجاوز الملكيه الخاصه، هي ملكيه وسائل الانتاج، ملكيه وسائل الانتاج. انه ما يبقاش احمد عز بيملك 60% من الحديد، انه كل السلع الاساسيه وكل الصناعات الاساسيه تبقى ملك جماعي للجماهير. ملك جماعي للجماهير، الجماهير تبقى بتدير العمليه دي بشكل ديمقراطي مباشر. والتاريخ اثبت انه ده مش حلو، التاريخ التحرير بالذات اثبت انه ده ما هوش هلوسه. ينفع انه مئات الالاف واحيانا ملايين من البشر يتعاونوا مع بعض بشكل ديمقراطي لخلق شروط لمجتمع مختلفه. ينفع، خلاص اثبتناها.